السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. طبعا اليوم غادي نخليكم تدخلوا معايا الكوزينه، تغسلوا معايا الدجاج. غنوريكم يعني طريقه بسيطه بزاف انا كيفاش كنغسل الدجاج يعني في الدار، يعني سواء الدجاجه او اللي كاين عندكم، يعني كتجيبوه ملي كتجيبوه كتغسلوه يعني بواحد الطريقه، يعني كلشي حنا كنغسلوه ديك الطريقه. غير هو يعني هاد الحوايج اللي بغيت نوريكم انا زايده، يعني راه تشوفوا واحد كما نقولوا واحد المريقه، واحد لاصوص كنديرها يعني باش كندهنوا ملي كنغسلوا وكنخليه يعني يصبح فيها حتى كيصبح ناشف. البنات يعني كيتسطر وما كتبقاش فيه لا ريحه السفوريه، يعني كيولي زوين وكيجي ترتي في الطياب. يعني ممكن ديك الساعه ديري ديك الخلطه اللي غندير لكم دابا وطيبيه شويه، تشلي وطيبيه دغيا كيطيب. البنات المهم هذه بالتجريب، خليكم معايا. كما كتشوفوا معايا البنات، يعني عندي هنا تقريبا دجاجه، يلا كما حيدتها يعني في الميكا، دابا غادي نغسلها يعني الغسيل ديالنا ديال المغاربه عادي، يعني كما كنغسلوا الدجاج، ومن بعد يعني نتلاقاو. رجعتلكم من بعد طبعا ما غسلت الدجاج كما كتشوفوا معايا هنا، درتو في شبيكه يتسقطر. ودابا غادي نحتاج في المكونات اللي غادي ندير لهاد الدجاج، طبعا الملحه يعني موجوده في كل بيت، غادي نحتاجوا الملحه وغادي نحتاجوا السكنجبير. السكنجبير يعني باش كيحيد السفوريه وفي نفس الوقت يعني كيرطب الدجاج يعني كيجي فتي. وغادي نحتاج لجوج حامضات، الحامض راه زوين الدجاج يعني باش ما كيبقاش في داك السفوريه وما كيبقاش في داك كما كنقول داك بحال الجلده كتكون منسانه الفوق كتكون مرججه. المهم دابا اول حاجه غادي نحتاج الجبانيه كما كتشوفوا معايا، غادي الحامضه دائما ندير لها هكا يعني باش تطلق الماء ديالها، وغادي نعصر الحامض. غادي نعصر البنات يعني الحامض هنا في هذه الجبانيه، يعني الحامض راه كيبغي الدجاج يعطي كيبغي الحامض البنات. ونضيف لهاد الحامض الملحه والسكنجبير، وعاد غادي نبدا نفلح في الدجاج ديالي، وغادي نبدا يعني ندهن السدام، ندهن الخضره مزيان صافي، ما نزيد لا ما لا حتى شي حاجه غير باش يشرب ليا هاد لاصوص او لهاد الخليط اللي غادي ندير لي. بالتالي صافي غدا ان شاء الله غيكون تسقطر مزيان وشرب هادو حتى في الطياب ديالو كتجي نسمه زوينه وكيجي بنين. المهم كما كتشوفوا معايا هنا غندير تقريبا حامضه، المهم من بعد البنات يعني ما عصرت الحامض كما كتشوفوا معايا تقريبا درت حامضه ونص، خليت هاد النصيص يعني شاف. المهم غادي نضيف هنا تقريبا واحد جوج معلقات عامرين ديال السكنجبير، وطبعا غادي نضيفوا الملحه غير باش يعني الدجاج يجي بنين. ونخلطوا المكونات يعني مع بعضياتها كامله مزيان كي كيجي الخليط عندنا هكا. المهم هاد الخليط يعني كيجي على هذا الشكل. دابا صافي غادي نبدا ناخذ يعني الطروفه ديال الدجاج ديالي، وناخذ شي بانيو اللي غادي نرقدو فيه ونبدا ندير على هاد الطريقه هاكا مزيان، يعني كنحك حتى انا كنبقى داك الترجليج اللي كيكون من الفوق يعني كاع كيتزول حيت هذا فيه السكنجبير يعني ما كيبقاش، نحاول ندخل مزيان هنايا ونحاول ندير واحد الشريطات هاكا غير نفلح هاكا غير باش تدخل معايا البنه كما كتشوف. ونستمر على هاد الطريقه حتى نكمل كاع الطروفه ديال الدجاج اللي عندي هنايا. كما
كملت الدجاج ديالي على هذا الشكل يعني الطرفه كاملين. دابا غادي نديرو عادي في الباب ديال الثلاجه اولا يعني لتحت في الثلاجه ماشي في الفريز حتى غدا ان شاء الله اليوم الليل حتى غدا ان شاء الله وغنجبدو نشلو ونديرو في الميك. المهم هذا هو فيديو ديالي وما هذه هي الطريقه السهله يعني اللي كندير هنايا يعني دائما يعني تعودت على الطريقه حيت كيجي الدجاج شتي وحتى في المذاق ديالو زوين. المهم كنتمنى حبيباتي تكون عجباتكم الطريقه بسيطه بزاف وجربوا ان شاء الله واللي يسمح لي ملي كيستعملوا هالطريقه يردوا علينا في التعليقات ونقول لكم السلام عليكم ما تنساوش الجيم ديالكم وشكرا لكم على المتابعه.